خليني أسأل، كيف أغفر وليه أغفر؟ احنا اتفقنا انه الاول اقتنع، ما فيش حل تاني، كل الحلول الاخرى هتجيب مرارة، هتجيب اكتئاب، هتجيب قلق، هتجيب النوم مش مظبوط، الاكل مش مظبوط، ممكن اكل كتير، ممكن تتسد نفسي، ممكن الف على الدكاترة. 30% من رواد الدكاترة بيعانوا من حاجات نفسية ظاهرة في صورة اعراض جسدية. فإذا اقتنعت ان ده مصلحتي باخد قرار، I agree، انا موافق. وفي الحالة دي بقول له انا مش هقدر، انا عندي عايز معجزة. لو دقت غفران الله ليا هيسهل عليا. نعم. اذا انت يعني يا عزيزي المشاهد صدقت انه غفر ليك 60 مليون خطية، يمكن انت محتاج الاول تصدق، فربنا بيقول لك صدقني كل هذا الدين تركته لك، وبعدين تقول له أنا عايز أعمل زيك، زي ما غفرت لي كتير أنا هغفر كتير. حاجة unexpected، غير متوقعة، هنشوف معجزات لم تخطر على بال حد.